حصل لك يا هون؟ إذا بتريدي طيب بس رح أحكي أهلي. ما بعرف كيف راحت علي نومي هيك. صدقني. إيه انت كان لازم تفطر من زمان، انا عن جد اسفه. انا فطرت. فطرت؟ ايه. لكن هذا لمين؟ هاد الك. الي؟ جهزت كل شيء. بعرف ما بتحب الجرين جوز تبعي. الي؟ شوفك الصبح بتشربي شاي بالشركه، قطعه سكر واحده صح؟ صح ايه بس يلا يلا بلشي قبل ما يبرد. يلا شكرا. عم فكر اليوم بلا ما اروح على الشركة، شو رأيك نروح مشوار سوا انا وياكي؟ عفوا. تليفون جبت الشاكي تردي. الو اهلا استاذ دانيال. بلا استاذ بلا هوا، قولي لمديرك انه انا مستحيل وافق على هذا المكان اللي اختارته هي الحيه سيرين. دانيال الفنان ما بيقبل بهذا الشيء، بدك لازم تسمعي معاناه فنان نجم عوفته حاله بهالشركه. لك انا روحي روحي من جوا مقهوره من تخبيص هالتافهه. قربي الموبايل على قدك. لك قربي. عم اسمعك استاذ دانيال، عم بسمعك. لك تمام، خلي مالك فورا يجي ويشوف المحل الزباله اللي مثلها. طيب طيب هي الاستاذ مالك، تفضل احكي معه. اي دانيال قل لي شو المشكله، ليش المكان مو ظابط؟ عم بسمعك قول. شوفي ليش عم يتعامل معي بطريقه منيحه كرهالقد؟ قولي معقول كاميرا خفيه؟ لا شو كاميرا خفيه جد بقى انتي؟ ماله بهالحركات؟ بعدين انت فورا سامحتي من اول كلمه؟ حرام اعمل لي فطور كمان. سما لازم نروح لعند دانيال على الشركه. سما هدول لإلك. إلي أنا؟ أي شو هذا؟ شوفك أنت وريما بتاكلوا منهم بالشركة فجبت لك إياهم. شكرا أستاذ، عن جد شكرا. في شي بالمكسرات وشي بالشوفان، شوفي اللي بتحبي أكثر بنصير بنجيب منه. ذوقي. طيبة كثير. صحة وهنا. عن جد ميرسي. تفضل عمو. تفضل استاذ. شكرا. أطيب من اللي بتبدي هون لين. تفضلي. هاي مالك. اهلا سيرين. كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ يعني انا ما عم بفهم شو خصو دانيال؟ شغلتي انا اختار المكان المناسب، مين هو لحتى انطر موافقته؟ شو صار بده يتدخل بشغلي كمان؟ ما عم بفهم. ولو سيرين شو هالحكي؟ بالنهايه نحن تيم واحد، بعدين انا لسه ما حكيت مع رامي، رامي هو المسؤول عن اختيار المكان، روقي. اوكي. شوفك بالشركه. يا سواني استاذ. هاي سيسي. اهلين اهلين كيفك؟ اشتاق لك. استاذ مالك عبدو. مرحبا دو، تشرفنا. اهلا استاذ مالك، انا اكثر. عبدو رفيقي بالحاره وانا وصيت فيه يشتغل بالشركه، رح تحبوه كثير كثير جدع. تشرفت، اهلا وسهلا. عمو شكري عبدو. اهلا وسهلا. شوفك يلا باي سيسي. باي. باي باي. سلام. يلا خلينا نفوت نكون وصل رامي. انا بعثت مسج للمسيو راغب انه اجلنا موعد الخميس. برافو سيسي.
شكلك كتير مركزة اليوم. اي ما هو تحضير الفطور بده تركيز وجدية. المشكلة انا بكره اشوف حدا جدي اكتر مني. ما انه انت بتعرف استاذ انه مو مصلحتك انا اكون مالي جدي، لاني اذا بلشت احكي انت بتعرفني ما بضل بسكت. سما انت ما بتفطري بهذا الوقت ما هيك؟ لا يعني انا استاذ دماغي هلا لسه بيكون ماله فايق. اقل شي بدي ساعتين لحتى صحصح. حضرتك بتيجي بكير، تروح على الرياضه، بتفطر، يعني كل واحد فينا متعود على شي. يعني بهالحاله ما فينا نفطر مع بعض. الا اذا تعودت اني في متاخر سلم ايديكي كثير طيب الفطور. بابا كان كثير يحب هاي اللعبة. بابا؟ بدك علمك عليها؟ لا سما وغولف ما بتزبط ابدا. فكرة كثير سهلة وحلوة. لا استاذ لا انا ما بعرف العبها بعدين كثير صعبة علي بدها تركيز. لا خليني اعلمك اعطيني اغراضك لقلي. عن جد لا جربيها. طيب بس ما بتضحك علي. بلشت تضحك من هلا. خلص ما رح اضحك امسكي. ايدك الشمال من فوق ايوه وايدك اليمين تحت. ايدك باردين؟ اي توترت يمكن من اول مره. ما توتري انا معك. جاهزه؟ اسمعيني منيح بدك تركزي كثير منيح على الطابه. هلا لانه قلت هيك رح يخطر على بالي شغلات سخيفه. لا يلا ركزي يلا. Okay. Five. One. Two.